مساء الخير، يسعد لي اوقات الجميع، واهلا وسهلا فيكم بنبتة جديدة مع ندوش. اليوم نبتتنا نبتة الكريتون. ايه الكريتون، بيقولوا له كريتون التفاح. هاي نبتة وراقة جميلة جدا، نبتة خرج الواحد يحطها بالبيت، منظر حلو ورائع. هاي نبتة بدها مي فاترة، على فكرة مي فاترة. ايه مي فاترة، بحكمها صدمة من المي الباردة. هاي نبتة بنرش وراقة بالمي، كمان بالمي الفاترة. نبتة بدها حرارة ودفء كتير، حتى بالشتي بدنا نعمل لها حرارة ودفء كتير حتى نقدر نحافظ عليها طول فترة السنة. هاي النبتة عن طريق العقل بتتكاثر، بنقرف منها وبنشتل.